يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، إمام في صلاة الرباعية جلس في الركعة الثالثة للتشهد الأخير، لكن المأمومين قاموا للركعة الرابعة وقام معهم الإمام وأتى بالركعة الأخيرة لكنه لم يسجد لسجود السهو فسلم، هل هذه الصلاة صحيحة أم يجب عليه سجود سهو؟ يجب عليه سجود السهو، ولكن إذا طال الوقت، إذا تركه وطال الوقت الصلاة صحيحة، وإلا فالواجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام أو إذا قرب الوقت من السلام، لكن إذا طال الوقت وطال الفصل فإنه تكون صلاته صحيحة ويسقط عنه سجود السهو بطول الفصل. نعم.